معي من دبي عبر الهاتف عمران محمد عبد الله، رئيس الوفد الإماراتي الطبي التطوعي، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عمران. إذا باب التطوع بات مفتوحا، هل ممكن أن نعرف المزيد عن كيفية التطوع لمن يرغب؟ في البداية أحب أمسي على المشاهدين وأسأل الله عز وجل أن يجعل مساءهم هذا مساء سعادة. أهلا وسهلا. بخصوص المخيمات، المخيم الطبي اللي نحن طرحناه، هذا المخيم مفتوح لجميع الأطباء في دولة الإمارات لمن يريد المساهمة معنا. كل الجنسيات؟ لكل الجنسيات، ولو يحبذ المواطنين، ولكن كذلك مفتوح لجميع الجنسيات. فكانت عندنا مخيمات سابقة في عدة دول من أفريقية وعربية، أخذنا معنا بعض الأطباء من غير مواطنين كذلك، لكن أنا أقول مواطنين لأن لسهولة التنقل، أما لغير المواطنين كذلك يعني الباب مفتوح. هذه المخيم أو المستشفى الميداني اللي نحن نهدف إقامته في إخواننا الروهينجا في بنغلاديش، طبعا المخيم سوف يكون يعني بشكل مستمر، يعني شهريا ربما نقيمه، وإذا شفنا أطباء متعاونين عدد أكثر ممكن نقيمه كل شهر أو كل شهرين أو كل 3 أشهر. لذلك نحن فتحنا هذا الباب الواسع، نتمنى أكبر عدد من الأطباء يساهموا معنا حتى نجعل المخيم هذا مستمر، يعني ما نخليه حتى كل شهر مرة، لا نبغي نخليه مديم. وهذا ما يمكن لنا أن نتيح أو نفتح هذا المستشفى بشكل مستمر إلا إذا وجدنا عدد كافي من الأطباء بحيث أن يروح وفد أي عدد نتحدث؟ نعم. الذي ستعتبرونه كافيا، وطبعا عندما تقول الخيم يعني تتحدث عن العيادات المتنقلة طبعا والمستشفيات المتنقلة، عن أي عدد سيكون كافيا، وهل بدأ التطوع؟ نعم نعم، بدأنا الآن. نحن الخميس الماضي سرنا ودينا الخيم، والحقيقة كانت 5 أو 7 خيم كبيرة جدا، وهذه الخيم طبعا مزودة بأجهزة حتى أجهزة القلب وكل ما تحتاج العيادات كعيادة الأطفال أو عيادة القلب بمختلف التخصصات. فنحن ما نستهدف مثلا نوع معين من المرض، مثل بعض الأماكن مرض المنتشر عندهم الكوليرا أو الملاريا، لا، احنا هذيل النازحين تعرضوا لمصايب، يعني بعضهم ممكن وهو يمشي يمكن 8 أو 9 أيام في الطريق، والواحد في الطريق يتعرض ما يتعرض له من الأمراض ومن المشاكل الصحية. فقط أطباء تحتاجون سيد عمران؟ والله بلا حدود، لأن نحن بنسجل مثلا حد بيصير بعد 2 أو 3 أسابيع بنعلن ان شاء الله بعد ما نسجل الاطباء، وحد بعد ما الوفد هذا يروح وفد ثاني. فممكن كم يعني عندما ترسلون وفدا لو وجدنا 100 طبيب و100 ممرض وممرضه بعد نقول نحتاج اكثر، لان مثل ما قلت لك احنا نهدف ان يكون هذا المخيم بدل ما يكون مؤقت يكون مديم باذن الله تعالى. نعم، طيب كم وقت الذي يقضيه الوفد هناك؟ يعني انا يعني اكيده بانه كثيرون يعني يرغبون طبعا في هذا الموضوع، ولكن كم الوقت؟ الوقت اقل شيء يكون 5 ايام، 5 ايام، اسبوع، اسبوعين، على حسب وقت الطبيب. احنا مقدرين الاطباء عندهم مهام في مستشفياتهم، لكن نقول اقل شيء 5 ايام. نعم. ممكن اللي بيقعد اسبوع، اسبوعين، المجال مفتوح. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. عبر الهاتف من دبي عمران محمد عبد الله، رئيس الوفد الإماراتي الطبي التطوعي، رئيس قطاع المشاريع الخيرية بجمعية دار البر.